يا رب. نروح مرة أخرى لملعب المباراة ولقاء مع حسين الشحات لاعب النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حبيبي يا دكروري، مبروك لجمهور الاهلي العظيم ومبروك للعيبه الرجاله كلها، فالحمد لله ربنا يكرمنا في اللي جاي باذن الله ان شاء الله. حبيبي النهارده اول ما حسين الشحات قام يسخن المدرجات كلها ولعت. الحمد لله يا حبيبي والله، يعني حب الناس دي حاجه كبيره جدا، فربنا يديمها يا رب دايما، وان شاء الله دايما في تقدم كلنا باذن الله. الحمد لله، يمكن بطولتين ورا بعض، كاس مصر في سوبر، النادي الاهلي دايما بطوله ورا بطوله طبعاً. هي دي الكلمه الرساله عايزين نقولها كل الناس، هو ده اللي الاهلي بيلعب عليه دايما، اللي انت دايما بتلعب على البطولات، دايما اللي انت بتلعب اللي انت تكسب، دايما تكسب بطولات، اي بطوله بتشترك فيها لازم تاخدها، فالحمد لله يعني ديت حتى اللعيبه كلها عارفه بحاجه زي كده، فالحمد لله ربنا يكرمنا في اللي جاي باذن الله اكتر واكتر. النهارده ماتش 120 دقيقه كان ماتش صعب وجامد. طبعا انت بتلعب فريق بيراميدز، طبعا فريق كبير، انت كنت لسه كسبانه في الكاس، فهو طبعا كان عايز يعوض، فالحمد لله في الاول والاخر يعني قدرت ان انت تكسب، فدي كانت اهم حاجه يعني. هدوءك النهارده وانت بتتعامل كان في شويه شد وجذب في الملعب، بس انت هدوءك النهارده قدرت تقضي على الخطوره خالص، فاحنا طب كان ليك النهارده دور دفاعي وهجومي، يمكن الناس اللي تفهم كوره تفهم ده. والله طبعا الحمد لله على راي كابتن سيد، خليك بارد وهادي. فطبعا لا يعني انا بهزر طبعا، يعني دايما انت لازم تبقى خليك طبعا يعني هادي كده ومركز في الملعب، تركز في اللعبه، فدي اهم حاجه يعني، فالحمد لله قدرنا ان احنا نعمل كده، مش انا بس كلنا، فديت اللي فرقت معانا جدا يعني الحمد لله. اهدي البطوله النهارده لمين؟ والله طبعا يعني بديها لوالدي الله يرحمه، يعني يا ربنا يرحمه يا رب ان شاء الله، وربنا يجعله في الجنه باذن الله. ف بقول له وحشتني طبعا، وربنا يرحمك طبعا، ويبقى هديه طبعا لوالدتي، وبهديها لزوجتي، وبهديها لاولادي احمد واسر وتيم واخويا محمد واخواتي طبعا كلهم، فبقول لهم ربنا يخليكم ليا، فالحمد لله طبعا وادي اهو. حسين الشحات، بس الناس لازم تبقى عارفه كويس، في كل حته هنا طبعا عشان كنت بتلعب عليها قبل كده، كل الامارات بتحبك، والنهارده بان في الملعب مع كل جمهور النادي الاهلي. والله طبعا الحمد لله طبعا، يعني الامارات انا قلت قبل كده الامارات بلد التاني، البلد اللي انا ما بحسش بغربه فيها، سواء اما باجي اما كنت بلعب، سواء او ما باجي دلوقتي أو ما بلعب مع النادي الاهلي، او ما باجي حتى انا وزوجتي واولادي، ما باجي اخرج هنا ما بحسش ان انا غريب، او بحسش ان انا مثلا بعيد عن مصر، لا بالعكس انا بحس ان انا من الامارات هنا، فالحمد لله طبعا يعني شكرا شعب الامارات، شكرا جمهور الامارات، شكرا انكم دايما يعني بتستضيفوا المصريين، فيعني ربنا يخليكم يا رب، ودايما ان شاء الله حب مع بعض، حب في حب زي ما بيقولوا يعني. الف مبروك يا كابتن. حبيبي الله يبارك فيك يا حبيبي.